بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وقد وقعت أثناء الحفر بعض الآيات. وحسو أرقني مركي نبي عليه الصلاة والسلام يصحابتي سي قدكي قضيين في غزوة الخندق أما في غزوة الأحزاب إن إلا كل من قا جفر بذن يقبو آدو تربذن إن إلا كل من ما سوى أرقني مركا وقت قاس قدك اللقضي ونبكى مسلمين تؤهيستي معجزات كي موقضي ونبي الله محمد إلهي سبحانه وتعالى وككرا ميي أي شيخ وحن وقشي قياون أركضونا. وقد وقعت وحاد عضي أثناء الحفر قضي تانك قدك اللقضي وقت قيسي لحديسي وقت قال اللقضي قده هذا بعض الآيات معجزوين كقاركود أي ظاهري أو موقضي إلهي سبحانه وتعالى نبي سوكو أيدي. رأى جابر بن عبد الله أي وحو أركي شدة الجوع في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كاجد درنا شهد آد أدرنتهي ونبي حيسو عليه الصلاة والسلام نبي قاجد آد ترضى بدن كسوغا أي أركي. فلم يصبر جابر مؤورا صبر يعني أمعت كيسن إنه نبي سيفيريو يعني قاجدي إنه سيفير صدو وأصبر وايويا كل كاسو ريركي سي آذي مركاسو فذبح بهيمة له وحو قورعي وحر يرؤو قريق أجوكتو أمسد ابن هشام أوليه فذبح شويهة له وحرير وتصغير شاة تيهورنا تصغير بهيمة ليريا وحرير قرق الجوكتا أيو قورعي هوينتي سنة وطحنت وحيشي دي امرأته جابر حاسكيسي صاعا من شعير سوس أو هذا عند اللي يرهذئه أي شيء دي وعجين أي كذب تسأي كمس وقدبت النبي عليه الصلاة والسلام. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرا في نفر من أصحابه ثم دعا جابر وأياري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك الله أيوح وأياري سرا سسر أبو أياري قرسودية في نفر أسقو كوح ومن أصحابه النبي أصحابه سكمد لجره أيو أبو ياري ما دام دتك قدك قضي هي دت بدن أيهين عننا أوسن كلا جارسين كرنا وح أوسمي أي أو نبي أبو تلاج لي دور نو صحابة دي سكمده وحرير الجور عي يسوس ما رتي أو كميس لجسمين أيه أي تهي أي سسر مرك أبو يرو يري أذيع دور نو صحابة دي كمده إي ماذا ماشى أنت يرتها سميه مركاسه. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك الله أيا استاغي بجميع أهل الخندق قد كدتك قضي من أهل كيسي لما أنتو أيون مارة نبي أوك عيو أو أشاغي ويان مركوان يعني سيدة كتبتك لأيت الماما يان وحوي نمبو دري نبي عليه الصلاة والسلام وير أن كان دتك وحد كتر هذا جابر بان مرتقى ذي كان يكو إراه وهم دتكاس قدك قضيينا وأهل يعني أهل الخندق أيه ألف كن قفض أيه مركات كن كوذيبا مركو نبيه أيهاري وأي وضتقين قرقي جابر بان لآذي فأكلوا وشبعوا وما زالت البرمة تغط والعجين يخبز وحو مركا أو شيخ ليه فأكلوا ويعنا النبي أصحاب تيسي أو كنك أها وحي النبي لو دياري وشبعوا وين الأرقين وما زالت أيضا أي كزول
البرمة دكسي أما دري راشنك البكرين أيها هلبك مرق كوكر كري أو سن أي سن كزول تغيط إن كركر يسه أي تغلي وين إن ولي كركر يولوع كجيران كما أي زول والعجين عجينك أو شعيرك هادي يرتع حيدنا يخبز إن كبس لقسمين أيه كما هو نزول وين ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم مرك جابر ونبي وشيء النبي كان أو قيلي وصحابة أي رجل مكانه وحوي هو استرجع سدي ووحينا لله وإنا إليه راجعون يعني أنت سكون قفود وحلا سي ماشي ميا إلا النبي كان دتك قدامه ودواقي وحكدرنا مرك وجري سيد تجي وحاسك أي لك ولنتي أركي وحي قدك قضي قدامه رجع قدك قضي قدامه صوص عضه أينا جابر بيوحي كتري كيتا وكيتا وحا الله كقصة ما يمحن وفضي حينيسا وضدك أنه قصة ويرتي أي لا ذهي لكن النبي عليه الصلاة والسلام وحوير الدريقين دبك اللي قدمينين يعني يالا قدقين أصدقاء أتقي إلهي أبريي عجين كينا إنو إلهي بركي يبو أتقي مركاسا دتك ودن مركي درقين بعد دريقين دبكي سيساريه ولي أي مرقي إيو مارتي هلم كينا أي كجران عجين كي لقصة يينا marka ay kuunkii qof dhargeen ya wali kibisti wali la dubaya aynan ka dhamaanin weeyaan marka ilaahi subhanahu wa ta'ala wa mu'jiza uu nabi ilaahi muhammad ku xojiyay weeyaan mid kale sheekhu noogu daraya wuxuu leeyahay wa dhahabat ukhtu nu'man ibn bashir bi hafnatin min tamrin li abeehi wa khalihi wa dhahabat wa hataktay ukhtu nu'man ibn bashir nu'man ibn bashir walaashi أخت النعمان ابن بشير نعمان ابن بشير صحابي قال إلى ولاشي أي وحي آدي ماشي خندقي بآدي وحي لتكتب بحفنة من تمر عن طوضة وتمير أيضا وضو أي حق آدي وهو يداد أسو ديبتي ويين أسو ديبتي يعني هو يداد وحي أسو ديبتي لأبيه النعمان آبيه وحنج النعمان آبيه وبشير إيه وخاله أبتغي أو أها عبد الله بن رواحة أي أسوة ديبتي ويا مالك إنتا يرتاه وتمرتا أقيا بيتي رب الله راشين هكا دكتاني نبي أركي عليه الصلاة والسلام كبني بو أويا ري مرو ماشكو في ديي وحوير هلكا كدادي وحي آتيسي فبدده رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ففرقه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أيا كدادي يو تمرت كوكا لجاي مرضي كرك يعني وحكوكا لجاي فوق الثوب مر كركي مرضي كركي وكدا ديي تمرت اي مارت عن طوبضا اهل قبل ودي مركاسو نبي ودعا اهل الخندق لبقف وضوح لو قلت لك ليوي تتكي خندق كشقينا قلت كقضي يؤذل اي نبي انا ابوي يا ري كل كاسي فاكلوا تمرتي عنين ورجعوا اي شقضوا ذينا كلها بتن مركي تمرتي عنين والتمر تمرتينا يسقط أسقه التمرتي أو يعني كدا عيسو كدا هذا نيسو من أطراف الثوب مرض جاريال كذا يعني ترد أنت كبرت إلهي بركي بين عيد كدا هذا نيسا مرك أيضا سدى أي تهي أي كدر جين ويان أيضا ومعجزة كلا إلهي سبحانه وتعالى رسولك سوء إلهي كوكرا ميي ويان معجزوين كي كلا حدنا نلو شيء وعرضت وحا كهر تمد وأصو بنب حضيوي لجابر جابر وحا كهر تمد إيه وأصحابه رجي لجري حير وتنصو شاقني قد كمركي قضيين طبانكي قفبا نبي قو اسكو الدرى إلا أفرتن قدون إني قضان أيان لسكو الراعي مركي جابر أصحابتي سمركي لليها وأصغي إيه طبانكي نينو إسلجرين ويان طبانكي وذي نينوي وحا كهر يمد أثناء الحفري قد تانك وقت جيسي أي وحا كهر تمد كدية شديدة يعني جوان آدو أذك أي كهر يمد ويا كدية حد وحا لو جيدا الأرض الغليظة الصلبة لا تعمل فيها الفأس بالي لها ونلك آدو أذك وفاسك هذه اللي قلنا فتانا أسوحك ترين آدو أذك بالي لها ويا نلك آسوي مركي كهر تمد لقا جوايين بقى حائي وذي وايين وقذي وايين بين نبي أشيقين عليه الصلاة والسلام فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم
nabiga ayaa godkii u degay oo dhagaxii la dhaqaajin waayey ayuu maaragtay baashii garweyntii uu haystay iyo faaskii baashii lagu jabinayey ayuu ka qaatay saxaabadiisii markuu meesha u degay wadarabahaa nebigu wuu ku dhuftay bilmicwali garweyntii ama faaskii uu watay ayuu hal mar ku dhuftay rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu nebigu ku dhuftay facaadad kudyadii iyo gawaankii dhagaxii adkaa yaa waxay ahaatay ay noqotay kahiiban ahyala kahiiban bacaad oo ahyala siqid badana siqayo yacni bacaad daadanayo bay durbadiiba noqotay halkii maruu nebigu ku dhuftay salawaatullahi wasalaamu calayh. Marka riwaayaadka waxay kaloo leeyihiin nebigu wuxuu sameeyey yacni markii hore wuxuu yidhi biyo ku shuba, markii biyihii lagu shubay xoogaa ay qoyday buu nebigu marka ku dhuftay salawaatullahi wasalaamu calayh. Markaasay facaadad kahiiban ahyal, ahyalna waa la yidhaahdaa, ahyamna waa la yidhaahdaa oo miim waa laga dhigaa. Marka macnaheedu waxa weeye isagaa kuu fasiray sheekho, ay ramlan laa yatamaasaku buu ku yidhi, waa bacaad aanan isqabsanaynin oo kala daadanayo wey oo dhinac walbaba u siqayo weeyaan ayay noqotay markiiba. Kaa waa Jaabir wixii oo la kulmay wey. Wa caradat libaraa'a yacni maaragtay baraa ibn caazib saxaabigaas ayaa isna waxaa ka hor timid iyo asxaabihii raggii la jiray oo tobanka ahaa isaga oo ku tobanka ahaa baa iyana waxaa ka hor timid sakhratun dhagax aad u weyn baa ka hor yimid. Godka say u qodaayeen bay dhagax aad u adag la kulmeen, markaasay dhaqaajin waayeen, kolkaasay nebiga u sheegeen calayhi salaatu wasalaam. Fanazala rasuulullaahi sala allahu calayhi waali wasalam, nebiga ayaa godkii la qodayo dhagaxii ka hor yimid oo dhagaxa meeshii uu gaaray ayuu u degtay, godkiibuu u degtay. Lacabaaray qodeene godkaas meeshii dhagaxii uu maaragtay ay dhaafin waayeen buu u degtay nebiga calayhi salaatu wasalaam. Marka geedkiibuu ka qaatay micwalkii lagu garaacayay garweyntii ama wixii lagu jajabinayay budkii waxaan u jeedaa buriskii weynaa ayuu qaatay. Wa qaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi bismillaahi, allah magaciisaan ku jabinayaa buu yidhi. Thuma daraba darbatan bilmicwali, hal mar ayuu wuxuu ku dhuftay geedkii micwalka ahaa oo garweynta bahasha dhagaxa lagu jajabsho ayuu ku dhuftay. Markaasaa faqataca qidcatan, faqataca nebiga wuxuu gooyey qidcatan buu gooyey, qayb buu jaray oo dhagaxii ka mida qayb ka midaa jabtay. Wa kharaja minhaa, markuu dhagaxa ku dhufanayana dhagaxii baa waxaa ka soo baxay dawun, iftiin baa ka soo baxay, nuur markuu ku dhuftay baa olac ka kacay, hal marna hal dhinacna waa awjabay iftiinkii marka ka baxay. Yuu faqaala nebigu wuxuu yidhi allahu akbar, allah baa weyn subxaanahu watacaala, allah weyn. Uctiitu mafaatiixa ashaami, waxaa la isiiyey shaam furayaasheedii oo dhan baa la isiiyey weeyaan. Yacni fiiri nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa weeye saxaabadiisu xisaaray ku jiraan, gaala hareeraysay, meelay ka baxaanay la'yihiin, saa darteed bay marka god u qoteen in gaaladaas aysan tirtirin. Haddana ilaahay wuxuu tusay subxaanahu watacaala markuu dhagaxa ku dhuftay iftiinkaas wuxuu tusay inuu shaam qabsan doono, shaamna yaa haysto nimanka ruumaanka la yidhaahdaba haysto, imbaratoriya boqortooyo qadiima oo xadaaro weyn lahayd oo dowlad weyna haysato, ayagana waa fi'adaa yarta ah weeyaan. Marka taana waxay tusaysaa ilaahay nebigiisa calayhi salaatu wasalaam waxa uu yeelay iyo himmada uu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam inay tahay himma caaliya, culuwul himma la yidhaahda, himada teeda sarraysana uu leeyahay. Markaasuu yidhi uctiitu, waxaa la isiiyey mafaatiixa shaam, shaam furayaasheediiba waa la isiiyey. Xaqiiqatan waad arki doonaa yacni kutubta taariikhda markay akhrisaana muddo yar fii cahdi saxaaba ayay shaam iyo faaris labadaba muslimiinta ay furteen iyo yamanba ay wada furteen weeyaan. Marka intaa yidhi ayuu nebigu ku sii wadayo wuxuu yidhi wallaahi innii la anduru ilaa qusuuriha alxamraa assaaca, allah baan ku dhaartayey innii la anduru waan arkaya waan fiirinaya ilaa qusuurihaa shaam daaraheedii, alxamraa'a ee gudguduudnaa assaacata haddadan la joogo waqtigan la joogo baan u jeedaa buu leeyahay. Furayaasheedana ilaahay baa isiiyey subxaanahu watacaala oo muslimiinta furan doonaan wey. Thuma daraba,
مرلبا ثم ضرب الثانية الضربة الثانية مرلبا أي نبي وكل افتدقحي إلا قد عيرا جبتي كل قدقحي موذا جبين القيب يرباك جبتي مرلبا بو كل افتي مركاسه وبشر بفتح فارس فارس فرشد يدلوك فارس يعني فارسيين تدلوك أي هيستان وأيجنا بقرطويدي قديم كأهيد حضارة وين لهيد أهيد أيو فرشد يدي أبو بشاري صحابة دي oo wuxuu yiri yaani markuu ku dhuftay xogaa kala jabay bagixi qayb labaad ba ka jabtay darbadii labaad uu markaas uu sidii kale yiri Allahu akbar u'titu farisa u'titu farisan faris ba ana la isiyay buu yiri faris ba la isiyay wallahi inni la absuru qusar al madain al abyad al anabu yaani ilahi ba ku dhaartay إني لأبصر وانفيرنا يوان أجي ذابوير قصر المدائن مدائن كماش اللي يرهدو داره هذي أيان أركي يابوير الأبيض أي عدا الآن ذن هد اللي جوغا أجي ذا مركان ضربضا كل نفطي إنا مفاتيح ذي ذن والي سيي مركان لبعضنا وان أجي ذابوير داره هذي عد عدا أيان أركي يابوير ثم الثالثة ثم ضرب الضربة الثالثة يعني مركي سدحات مهدنا النبي وكل نفتي صلوات الله وسلامه عليه دقحي مركي أو يعني كل نفتي دقحي انتي سيهرتي فقطع بقية الحجر دقح انتي هرتي وابا بأضي مر سدحاتكي قيمت سدحات وقودا بيسي أيوة دقحي لما كن بابا أيويا سيدي يوكربو مركي النبي ونوحو يريه مركو مر سدحات كل نفتي الله أكبر إلهي باوين أعطيت وحال إسي مفاتيح اليمن يمن فرياش يذيب الإسيي وقعنت لإيق لي والله إني لأبصر أبواب صنعاء في مكان إلهي بأن كنت أرتي والله بير إني لأبصر وأن أركي أن أجيد أبواب صنعاء صنعاء ما قال هذا اللي يريد هذا الباب الذي يريد يذيب أن أجيد في مكان ما شان أن أنتاقنا هي بأن أجيد هل كان أنجوب بأن أجيد أيضا والي إسيي مركا وبشر بفتح اليمن يمن فرشذي ذي أيونك بشاريي وانقطعت الصخرة نجحين وأججبي وباب أيوية مركا حديث كاس وحوى إمام أحمد في مسنده أي كسو سارا وكذلك إمام النسائي في سننه أي كسو سارا ويا لكن شيخ واسكسو قابيي حلاقا يركا مكدقي ويا بين طرفي الخندق يعني خندقي قدقي لقضي لبدي سي طرف لبدي سي دناع ايو كشيكينيا لبدي سي جيسود مكور رمى يعني سد او حالكي سي هي واقبلت قريش ومن تبعهم في 4000 ومعهم 300 فرس و1000 بعير يرأسهم ابو سفيان ويحمل لواءهم عثمان بن طلحه بن ابي طلحه العبدري فنزلوا بمجتمع الاسيال من رومة بين الجرف وزغابة وحوليها شيخه ما دام عيدا كي إني موعد واحد مدينة قارر كين سوى الدقين هرانا لكو قصوى الشيخ بعيدا كامرك وحي كالأهايين أي نوع مارة شيخ نوع شيخ يعدد كوذي هبك أي وتين قروا البرا تاسو نوت المامي وأقبلت قريش قريش با تمد أسوقا بشي مدينة يمادينون إيه ومن تبعهم ذات كسور راعي قبائل كسور راعي في 4000 أفر كن أيغو نحذو ذو كسوغا أفر كن أو عيدنا أيغو قريش أيتاي بي مديني مادي ومعهم أي وتان 300 يعني ومعهم أي لج وتان لجر معناه بأهان أي وتان 300 فرس سدح بقل أو فرداء أو رك فرداها كدر الرئيه أي ساريهين ما أي وتان وألف بعير كرة أي وتان يرأسهم أو مدحويهي أبو سفيان ابن حربنا قدوميه ذي قائد كوذي رئيس كوذي يباندونه ذي أو يهي ويا ويحمل لواءهم قريش علن كيذي وحاس إذا مركي مدينة إيمانيين عثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة العبدري ننكاس يعني مجعس عثمان ليرهده وعثمان بن أبي طلحة اللي يراده أي أيقنا عرنك أسيدوي حب كيفي الدقين مركا فنزلوا قريش وحيد دقين بمجتمع الأسيال يعني ماشا مجتمع الأسيال اللي يراده
وعن الداد كان ايش او كوكولمو اي دجين او لو جيدو من روما ماشا وا اسم مكان اسم موضع روما ماشا ليراهدو كمد اه بين الجرف والزغابة جرف مدينة وحي الكفوك تهي وماشي النبي مركو عيدا كي أسامة بن زيد مركو النبي وسكرات يعني سكرات أو هي عيدا كي أو در مركو جرنا أسامة ماشي أي مركو النبي جريس وقتمد جرف ماشي اللي راه ذبي جوجين حض الله كي مدينة كتر سنة هاي ويان مركو ماشي جرف اللي راه ذو هي الزغابة ماشي اللي راه ذو نحلو ذا مجتمع الأسيال أو الروم اللي راه ذا مركو هل كاسي دجين قريش هل كاسي دجين ويان قالوا إنك كلبوا مركب نوت المان وأقبلت غطفان قبيلة غطفان ليرهدنا ويتمد ويسوق بشمدين سؤادي ومن تبعهم ضدك الراعي صار راعي أيجا ومن أهل نجد رين نجد كمد أهبنا وي وذي مادين في 6000 لحكن أعيدنا أيكو يمادين وي مركب لحكن إلى أفر مركب الاسكدرة وطبان كنو طبان كن أي أصحاب ذي صدر نوبة أعيدنا وهم كوذي سدام وي فنزلوا مركا غطفان ايو رين نجدي وحي دقين بذنب نقمة ماشا مكان كاليرا ذنب نقمة او اه الى جانب احد بورت احد من عيدئه هل كا اي دقين ايو نوي وكان قدوم هذا الجيش العرم رمي جيش كا عيدا كا اد اتردب بذن اماتا كيس اي مادين وحوءها الى اسوار المدينة مدينة ديدت كيدي أي مادين إرده هذه يعني صور كوا درب جيوي دربي هذه مدينة أي مادين يا وحو أها إمات كاسي بلاء شديدا ومخيفا ومخيفا جدا بلاء شديدا بلاء آد قدرا وآد قدر بذن ومخيفا عبس قلم بذن وعبس بذن جدا سيزائد وعبس ذي ذي أترى بذن تهي كن يعني طبعا كن أعيدا وهم كوذ قدنيهي وصحابة ذا انت هلأك عدد كوذي وير ما أنت مدينة هنا قبصدان ربان وحسهلا ما أهي آد بمركز المسلمين توع عبصدين ويا كما قال الله تعالى الله مركو سورين أيو صدقوا ربي يري سبحانه وتعالى حالة دا مركو إلهي سورين أيو أيو رب حويري إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزل زلزالا شديدا إذ وقتي يعني ما رتب ربي إذين نعمة أي حصوص النعمة إله إذين قال جاءوكم عذوقي إذين مادين من فوقكم ماشي النصارى إذين كذي مادين وقريش ذاتك لس عذيوية ومن أسفل منكم ماشي إنه وصنع كذي مادين أو غضفان يوحي لس عذو إذ الب وإن زاغت الأبصار أما من فوقكم إلا يراهذو من فوقكم طلنكهن كن يعني فوق المدينة بكذي مادين ومن أسفل منكمنا وحلو جاد بني قريظة أو بلنتي كبحذ إلى القرآن كأيد حسود دكتي مركي أي غزوة ذي طماطيب حسود دجين أي أيد حسود دكتي بني قريظة قبيل كيهود أهايو أسفل المسلمين أقيت الدب الجنوب كده جنا أيان والوقف سراويا مركا لبذا بعيد كجي مادين كر أي حاس أيد كجي مادين وإذ وقت حصوص النعمة ربي إذين قالي زاغت الأبصار أرجياشي أي كالإيشان عن كل شيء يعني مالت عن كل شيء شيء كست كل أرجع أو كل كأي شيء إلا عدوها بس إن عدوها بس أجيذان وحكال أما أركيان قلوبتي يعني إن به وإستاقين وحفيرين عبس الدرتين مسلمين أي بقيان عدوها دم ويوحكال أركيان ملا هويا وبلغت القلوب لا بهين قلبياشين قلوبتين أي سوقارتي الحناجرة كالحميه هم قرية هلكا اسمه قتمت قلبي انت بوسكي سكسو كعي او هلكا استاقع عبصد الدرتيت من وقت حصوصتا وتظنون اد ملايسين بالله الله اد ملايسين الظنون مليال اد ملايسين اوام حي مؤمنين تينا وحي ام ملايين ملونا يسردن حسنا اي الله ام ملايين انو النصر يقول سين دورو منافقين تينا ذن اليأس قوس شو أي قوستان وأي الله أموضوه ورمي دونان أركي دونويا هناك هلكا مركي لجوغو أي ابتلي المؤمنون مؤمنين تي لامتحاني محلو امتحاني ليتبين المخلص من غيره كان مخلص كا أو دين كي سطبت أو يهي إخلاص كي يهي كان كلا إنو كبوغضو
دراجد بالله امتحاني ويا وزلزلوا وانا لقلقلي زلزالا شديدا قلقلد آب أدرا أيا لقلقلي من شدة الفزع والخوف عبصيدة إي أرقق حدرتي أيا لقلقلي قرما الضابئ دونتان الذين دمين دونا أي مسلمين تتاقين يهينوا فثبت الله المؤمنين الله هو سوغي دتك المؤمنين تأها أي سوغي كما قال سيدو ربي يرزق كما قال سبحانه وتعالى سيدو ربي يري ولما رأى المؤمنون الأحزاب مركي مؤمنين تي أركين كويس صوبها يستوي عدو قاها قالوا وحي لهذين هذا مدكني ما وعدنا الله ورسوله الله يرسول كيسا وحعوا نوب بلن قادين نو يبوهين وي وصدق الله الله ورسوله رسول كيسا رمبي شيغين وما زادهم مؤمنين تي وما ننكر لنا عدو قائمات كيسو إلا إيمانا رمين رب الله الرمائيو إيه وتسليما حقانسا وأمرك علي أمرك الرسول كله قال سمم وإيه وحكر أمكر لنوي عدو قاسمين إيمانك كرسدين إيه يقيني تسليم أي كزياسة ذيوي أما المنافقون مؤمنين توان أرقنا إيمانك كرسدين لكن منافقين تمحسمين وأما المنافقون والذين في قلوبهم مرض يكو يعني مارت قلبي قوض عذرك أو كجريو ضعفاء إيمانك أهاوي تفك إيمانك أتاك الدرنا وعذر قلبي وجريبا قالوا فقالوا وحي رهدين ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا يعني آيدي حو إشارة بسل صورة الأحزاب كجرتي وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا منافقين تي يكواس وحكرا ما ينعرنين وحي رهدين ما وعدنا الله الله ورسوله ورسول كيسا نو ما ينبلا قادم إلا غرورا يعني النصر يقوش إلى ثلاثان نوغو ما أيام بلنقادين إلا غرورا باطل مويه وحكرا نوغو ما أيسان يعني نوغو ما بلنقادين بلنقاد كذا بلنقاد بين أبو أها ساسي إليه مويه واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مرك حالة دي لسوري عيدان كي يا عبسدي يا مرك النبي صبحتان كي سنة لك قورم ومدينك صبحه وهل كاس وسو استاق عيدان كورتي سوية نخندق ألك سو إيماني واستخلف النبي وحق خليفه قد وقسوه تقي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك قال له على المدينة مدينة وحق وقسوه تقي خليفه قد لقي ابن أم مكتوم عبد الله ابن أم مكتوم أي وقسوه تقي وملاحه قد لقي وجعل النساء دمركي يو الذراري عرورتي نوحو كيالي وحق قيو كيالي في الآطام قريه الأديرة أمس يعني بفيسي ذي قدال حق جنوب كجري أيا لقي كفرت حق هذا أيا لقي لفي سيدا دمرك عرتينا لقي استي سئن عدل وقبت بادان أيا قريها دردر لوحري ويا ثم خرج النبي وصابح ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحول صابح في 3000 من المسلمين صدح كن أو مسلمين تي كم إذا أيوا الله صابح سجل صدح كن بوتا قال ذن وطبن كن ويا فجعلوا مركزي نبي أصحابتي سوحيالين ظهورهم دبر كوذا دبر كحجيين إلى جبل سلع يعني بورت سلع اللي يراهنه وأنصاء إشارني وخندق يعني كسو كيسو مدينة كسو حكته خندق أنا هرتي هذا لقى قضي قد كهرتي هذا لقى قضي أيو مارتي دبر كحجيين ومركا وحي عيدا كنبي قول دحيا بورت سلع اللي يراهنه يخندق نحلو ذا أي كجران ويا دبر كو ساري ويا وتحسنوا به إساق أي حسن نفيسك سميستين مسلمين تي بورتا جبل السلع جماش اللي يراه بين نفيسك بكتين والخندق بينهم وبين الكفار قد كينا مسلمين تي قال نحن يدعوه يهي هل كاسو مرك عيدا كي أيقنا صوفر فريستين وبعد أن استقر المشركون وبعد أن استقر المشركون مرك المشركين تي نقاذين دبذين أي سقناذين وتهيئوا أي سكد أي ديار قروبينو دقال إني قادان يوديار قروبين بيتقدموا صهر مرين صبحين نحو المدينة مدينة حق يدي سؤالي ما دام عيدن كالنبي قلنا صبحي أي يرى مركها الدوائية دقال كي قادة قال هذه مركها سيوحي سؤالي بنك مدينة أي سؤالي ويا فلما اقتربوا من المسلمين مركا المسلمين تؤسوا دوائينا فوجئوا وحالقوا كذيي أو أي يعني كهر يمد بخندق عريض قد آد أبلارن أو يحول بينهم وبين المسلمين أي مسلمين تكالتهذي يكالتحقلي قد وين أين قد بكريني
أو فرس كأوسن كبهدي كرينين قفنا أوسن سواء بحمر كرينين أي إمارتي نحن هذا مسلمين تي أيق إنه يهي أي أركان أو كلا تاذي وكلا علين أيه قد كاسي أركان مرك أركاننا فبهتوا ويوريرين يعني بهت فعل كليرا هذا وحال إذا هذا مجهول أحان الله ديقا ومغير صيغة لقديقا لكن مسمى أحان الله اللخبية فبهت الذي كفر يعني كي قالوا بواو وريري بالإلي ولا وريري لديه ماي يعني مسمى أحان الله اللخبية فبهتوا ويوريرين مركاسا. وقال أبو سفيان أبو سفيان وحويري تلك مكيدة ما عرفتها العرب تلك مدا وحن أي سمايان محمد أصحاب تيسو مكيدة هجرسوي وهجر خيانوي وكيدوي ما عرفتها العرب عرب أيان أقولين أي سنفر أقرنين إن قد لقوت عرب ما أي سنقولين وأرن عصب ومارة التكتيك عصب ويا فأخذوا مركاسا وحي قدقلين يدورون ومشركين تيوي يدورون إني وريقيان حوله قد قارر كيسيني وريقيا في طيش وغضب في طيش فضيد أو آد ماركتي واللئي كسوغن يهين إيا وغضب عراء أي عريسين يهين ما أنت مسلمين تباب بإيا أي كأهي مركاسي وحي أركين قد كانوا كالحري لنعيد كرانو كمسو قلي كرانو وحوي وماله حرين كالحالة صوت المامنة دقاح ديباتها اللوية ماله كسو قلان ملا يطلبون محق وريقيا يطلبون أيقو الرادين يدون أيو وطلب أي نقطة بر أو يعبرون منها أي كسو قدبان بر أي كسو قدبان مال أي كسو مرانو مسلمين تو كسو قدبان أي الرادين يا مركي قدك لنعيد سكوة ريقيا والمسلمون مسلمين تنا يرشقونهم بالنبل أيقونا أي كقنا يا مركي صباحان فلا رهو ذي أي قمونا ذي أي كتوريان أي مسلمين تين كتوريان بماله وريقيا حتى لا يقتربوا محي مسلمين تفلارت وقوقنايا حتى لا يقتربوا سيئين أسوء دوانين منه قدك إيسان أسوء دوانين وكلها مركة أسوء دوانان فيتمكنوا أي أسوء أي مارة مكان سدانو صورة قل أي أنقطو من الاختحام صوجيرد لصوجيره وقدك حوق بأسوء مرة سيئين أسوء من درتين بمسلمين تفلاريه وقطوريا قدك أكتس سيئين أسوء دوانين أو أمسه من إهالة التراب سيئن أغسروا عيد إن يكسوا داديان قد كي عيد كسر الرغان ومركز أي وبناء الطريق يعني من إهالة التراب وبناء الطريق عليه ودنا أي مركز كسر ميستان حيال قد كي عيد الغسر عليهم والسكر مركرا سيئن مركز أغسروا إن يصامران أو اقتحام سميان صاجيران أما عيد إن تكو عليان أي صاد المران سيئن أغسروا بمسلمين تنفلاريه مركا اي لدب تاقنائن انت اي كتوري ايويا والضر المشركون مشركين تي مركا قال الله اهيد وحا اللو ببا تقلي الى فرض الحصار على المدينة مدينة اني يعني قؤذو من كسور رغان حصار اي هريريان او قؤذو ميان مال الله بحل واي اي سلاسي قوستين بينما لم يكونوا مركي اي اي يعني اي مركي فرب اهين مستعدين له إلى الحصار كما أي سوى تلقلين حصار سمية أو هريرية أو قؤذومية ما أي كسوى تلقلين ما هي كسوى تلقلين إن مدينة دردران ودد كيري باب أسان باب إيان كسوى تلقلين لكن قد كان باك الحجابي سيدا درتد بمركو حيرة لين بل يين بحين هل قؤذومية مسلمين تسلا سيرين إذ محايرين لم يكن ذلك في حصارهم عند الخروج لم يكن ذلك أرنتا أو أه حصارك أه حصارك إني هريريان أهي في حسابهم حسابتو ذو كمجرين عند الخروج مركا إسوب حيين مركا إسوب حيين حسابتو كمجرين حصار باسمي دونتان لكن دانتا كوك اللي افتحدي أركينوية فأخذوا مركاس وحي قدقلين يخرجون إني بحيان في النهار مارنتي يحاولون أيغو اسكود ديئيو عبور الخندقي قدكي قوينتيسي سو جاحدي سو قويان سو قدبان أي اسكو ديئيا والمسلمون مسلمين تنا يجابهون لهم أي كهر تقيان أي كلهر تقيان على طول الخط خطك جيتنتا سو خندقا بر الكيسة مال كست مسلمين تسدحكم بأعايان ساسي أيقن وقو سفيهين مارك أيقن إني سو قدبان بي اسكو ديئيا مسلمين تين وحي كلهر تقيان فلاريه إني كتوران
خدك نيركيس ميل اي كسو مري كران بلما اركويا يناضلون ايغو او كوغنغنيو ويرمون غنيو او دغالميو بالحجاره يعني كل ترتميو كل دغالمي مناضله وحال هذا المسابقه في الرمي بالاله ومرك غنيتانك قفكا كلا اد كو ترتميسان وكلوي معناها اي كو ديريان غنيتانكي فلاره الاسكو غنو اي ورمها اي كو دغالميان ويرمون بالحجاره لكحانا اي كو تورتوريان. وقد كثف المشركون مشركين تي ويبذيين او ويكرديين وحوجيين جهودهم دذال كوذي بي كرديين مرارا انبذن اي دذال كوذي سيدي كسو مري لهايين بيسكو ديين واداموا وين دائمين جهودو دي جوي جوكتيين طول النهاري مارنتي اذل اي جوكتيين اني مرعو سو قدبان اسكو ديين اسكو ديين. واضطر المسلمون مسلمين تين وحلو لباتقلي ايقنا الى الاستمرار في الدفاع اني ايقنا جوكتيان دفاعي ايش دفاعيين قال لنا اي خدك اني سوق لان خندق اودي ديين اي ايقنا جهود هذي اني سدا سميان بلو لباتقلي حتى فاتت منهم الى مسلمين تو اي كتكتو ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك اللنا او كتكو الصلوات صلاة اي كتكان إلا أي تكون ويا المسلمين تي لأن هدي استاجن أي جمون كيف فلارتي بكون عيسو مالك كعان الله ما أركويا مركا دفاع عسى أي جون كجيران كوان دلال كذا دلال كذا وحطور توردا أي أي جون كجيران ويا ولم يتمكنوا مسلمين تي ما أين يعني مكان سنين وصور قل ومن نقل من أدائها صلاة جد شريدي وصلاة عصر لوجيدو إلا بعد غروب الشمس قرحنا مكيد عليه دبيد ما هنا كهر فرصة يكتب كلامها نبي الصحابة دي سوى أودي واي أو قريبا من ذلك أما وقت قرحه ضع أقوله لكن قرحه أيام بعين أم بأسر رج شيئين تكذان ويا ولم تكن صلاة الخوف صلاة عبسيدة صلاة صلاة الخوف كنا ما أيا أهين قد شرعت حين ذاك وقت جاس مثل جديي صلاة الخوف لمسود الجنين أي ذهب وقت جا مسود الجن حيال صلاة الخوف هذا يسوي دقيلة صلاة كما تكتن قفك مركي عند التحام الحرب مركي اللي سنحق له كيف ما شاء وكيف أمكن له سني أسوره وذبو كتو كنية مركي أسوك له لكن وقتك ما ينسوي دقين لما جدين صلاة الخوف كيوية مركي سيدة حديث كي جابر رضي الله عنه وصحيحين كسقنا أوليه جابر باوح أولي عمر بن الخطاب أي نبي أويمد يعني ما لنتي خندق اللي جوغيب أويمد فجعل يسب كفار قريش أسوى قريش قال ذي هباريو أي أيمي مركز رسولك مركو أيمي فقال يا رسول الله رسولك الله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب ما أين أنسجن إيمسور وبننا صلاة عصرت كذو إلى أي قرح إن دعاء أي سكتي دعتان كذي كهر أيان مارت صلاة تكذيبوي مركز فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي نوحو كيري عليه الصلاة والسلام والله ما صليتها بويري إلهي بان كنت أرتي أنا ما تكرم بويري محايلو أواني وين إنا كنت تكرم بويري مركي قراحة أي دعضي فنزلنا بولي جابر وان دقني مع النبي صلى الله عليه وسلم بطحان ماشي بطحان لي رهد بان أدقني فتوضع للصلاة وتوضعنا لها نبي مركز الصلاة دي ويسيستي أنا نوان ويسيستي فصلى العصر بعدما غربت الشمس صلاة عصر بو بلابي مركي قرحنا دعضي دبذي أيو نبي تكذي ثم صلى المغرب مركي صلى المغرب كينا كحجية صلوات الله وسلامه عليه مركي إمام البخاري يعني في صحيحه وحكوه رنايا إسقنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحوليه نبي أيا وحو يري قال يوم يعني يوم خندق يوم الخندق ما رنتي خندق أي رسولك وحو يري أسقوا كفارتي هباري أي يري ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا إلى هيها كبوحيو قريه ذئي قبر ذب النار الله كبوحيه كما شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس سيدا أي نوغ شغليين صلاة الوسطى وصلاة العصر يعني سيدا أي نوغ مشغوليين إلى قرح أي بعض إلهي أيغن قبورته دي يقريه هذا نار الله كبوحيه يري مارساس نبي كوهباري عليه الصلاة والسلام. وفي أحد الأيام مالمه قاركو
مال مقاركود أي خرج نفر من فوارس المشركين خرج وحصابه نفر كوح أو من فوارس المشركين مشركين تفردولي ذي كمدة فيهم دحض أكوس جيها عمر بن عبد ود نك عمر بن عبد ود اللي يرهده وعكرمة بن أبي جهل عكرمة إن أبي جهل والضرار بن الخطاب إي وغيرهم صدح لأن الرجل كمديهين أو فردولية باصابح مالمه مالين كمدة فقصدوا مركز وحشاء آذين أي قصدين مكانا ضيقا من الخندق مال يرى عريرية أو خندق قدك كمدة أي سوء آذين واقتحموه مركز سوء جيران يعني إنا ماشي سوء قويان بالدمعين سوء جيران وجالت بهم وحال لو ريكتي خيلهم فرده ذبا في الساحة القوبتي كلو ريكتي التي بين الخندق وجبل السلع مركز سوء قد بين أي يعني فرده باوحو لو ريكي مال قوبتي صحابة أدوي جبل كي دبر ككوها يونا جبل السلع اللي يرادو إيه قد كي أي سو قد بين لحذو ذا مال أي فرده كلو وريقين ويا مركي سو وريقين فخرج علي بن أبي طالب في نفر من المسلمين علي بن أبي طالب أو كوح مسلمين تا يعني لصعده لجرو أي أن منك أصبحي أو فردولي ذا آيو سو قد بي ماشي سو ضافي فحال بينهم وبين المكان الذي اقتحموه منه الخندق فحال وحو كلا نحق لي أكلا تيدي يعني بينهم أيها إيه وبين المكان بوسكي الذي مكانك اقتحموا منه الخندق قد كيكسوا قوين أيو كهر استاقي علي بأصابح مركاسو ماشي قد كيكسوا قلين إيه أيجي بو مركا كلا حري مركاسو حي نحق لين قوضان فردولي دي مسلمين تي إيه قد كي دحضو دي بيكو جيران علي نحقو كجيران دين عاصو كسوا مريويا فدعا عمرو بن عبد ود ننكاس مركا عمرو بن عبد ود اللي راه ذا الرجي فردولي ذا كم إذا مشركين تي أيا وحو أير إلى المبارزة وهي أنا فرس كي قصارا يا يسوع بحي يبو يرواد قال الله ما يناي يا إلى درر كرو يا يسوع بحي ساس مبارزة لي ذا هذا يعني أن قف لد لد الرأي دون ياوي وكان نك عمرو بن عبد ود اللي راه ذا وحو أها جريئا من جيسي أو فاتكا ماهرا بالقتال فاتك مركا اللي راه وان دقالك أب ماهر أقوه أب يقانبه أهوية فأغضبه علي مركي سيدا أويه با علي عرقلي أب بأقع عريسي علي باك عريسينا وحور ربا إنو فرس كسو الدقو فرس إنو كسو الدقبو ربا ننكي عمر بن عبد ودي أها وحا عرقلي علي بن أبي طالب با عرقلي حتى نزل من الفرس إلى فرس كسو كسو الدقو مركو عراضي أو يرواي كان لبده ذي بناك إسكولا أول إنه فرس بكرك إسكولا ذي الرودوني لكن هذا فرس كيف كسوه ذي فتجاولا يعني تجاولا أي تطار داوي يعني وين لقدمين يعني أما ويس عير سدين ويس عير سدين وتصاولا يعني خب كيبي دقال كيبي يعني كو تنافسين تصاول كان تنافسا لإلا تنافس يعني وي كو ترتمين دقال كيوي لبن منه يعني آن كلا يريسنوي يعني ساسا لوجه داو مركاسي تجاول يتصاول لبضى بسمعيين ويا حتى قتله علي عمر بن عبد ود إلى أدلو علي بن أبي طالب بادلي إلى عمر بن عبد ود إلى أدلو أي مصاولة أي مجاولة التجاول كاس كجرين ويا وروري كاس إيو لقدن كاس كجرين إيه ترتن كاس أي كجرين إلى منك لغا تخلصه وعلي بن أبي طالب أدلو وانهزم الباقون مركي عمر بن عبد الود لدلي وانهزم ويجبين الباقون كوي صوحري نويجبين وقد ملأ الرعب وقد ملأهم الرعب أيضا عبسيبي إيارقاقحي أو بوحيي أو قلبي قوض أو بوحشي أي جبين عررين ويا حتى ترك عكرمة عكرمة بن أبي جهل لا أو كتقحتا رمحه عبسي درتين يعني ورنك أو وتيحتا أو كعرر أو يعني تبرؤواي وسقط نوفل ابن عبد الله نكا نوفل ابن عبد الله اللي راضو عيدا ككتر سنانا وضع في الخندق قد كيبو كد عي قد كيبو كد حد عي مركو كد عينا فقتله المسلمون مسلمين تي بادلين وي مرك انت يرتاي صابح دينا جب كاسي لكل مين وعررين وي وأصيب أثناء المرامات استرتور الداس ومارت فلارها لسكو ترتور ايو نحذي ذا وحال أصيبي او أدنتي وترتوريا ذا أنت كنت على أدنتي عدد دد أو قليل ير
أي من الطرفين اللي بدأ بنعمة مسلمين تي قال ذي عدد يربى كرن توي وبلغ عدد قتل المشركين مشركين تذكوا اللي قد لي ترذوذوا وحو قاريا عشرة طبن أي قاراون وقتل المسلمين مسلمين تكوا اللي قد لينا وحو قاراه ستة لحوية مسلمين تن اللحبة تورتورية وقدمتي قال ذينا طبن با وقدمتي ويا وأصيب سعد بن معاذ سعد بن معاذ صحابي قال لي هذا سيد الأوس أي وحى أصيبي أو لغو أصيب وكل عين بسهم با لغو أصيب يعني قمون أي لغو نفتي ويا فالار أي يعني أصيبتي مركاسه فقطع أكحله وحوقه سهمه يقمونك فالارت لغو سهطوري هل بوليه سوجره أكحل كمرك وحالي لهذا ووريد في وسط الذراع أي لهذا ذراع وحالي وردنك إنتان لهذا حصلك إلى إنتان ذراع لهذا هل بوليه شاسمت كجره قعنت كجره أي قعي مركاسه ليقي فرمي فدع الله سعد بن معاذ إلهي بو بريي سبحانه وتعالى أن يبقيه إنه باقي لو سندل إن كان هدي أو قد بقي أو هري من حرب قريش قريش دقال كذا هدي شيء وحوم أي كهرين إنه إلهي باقي لو إلهي ويديستي رب بو حورستي هدي قريش دقال كذا ولي أو حكد ما يهي ربي يتيدي حكد لقل لأنه قفك ديك بحية ديك نحبا كسع عضوية وإلا هدي أيسا قريش يعني الدجال كودي وحرقه سنكهرينه ما أنت قدام بيسه فيجعل إنه يالو ربي موته جريس إنه كيالو في هذا الجرح أي بسبب هذا الجرح يعني دعوة عن سوى جاري سببتي إنه قد انتقو شهادة أوهلو أي إلهي ويديستي وحوير إلهي وهدي أي قريش دجال كودي وحكهرينه إباقي يالو هيدين هذا يسمح بكهرينه مركان قدام بيسنا تيدي إلهي وكدقو مارتي أوفسه يعني حديث كاس مخاربة ورنا في صحيحه أي كورنا ياوي ثم قال في دعائه دعائي سبوها دنو حكيري ولا تمتني الله هايدل الله يو هايدل حتى تقر عيني إلى إشي إذا إيكقبو ستو من قريدة إلى قبيلة قريدة أهيت سيدو نوكير الدون شيخة بلانتي بيكبحين بلانكي بيكبحين يا عهدي قال ذي بلسوا صفتين قال بينك مسلمين تكجرين مركز وحوي الإلهي وإيش إذا إلهي كقبو ستو لمن كان الإله ذا قريدنا هاي ديلن بوي ربي عمرك إيه باقيا قيبتان دبن ابن هشام أيا في سيره أي كورنا ياويا غدر بني قريدة وأثره على سير الغزوة بلن كبحي ذي قريش أي بلن ككبح ذي وحنو جاء ذا قريدة بني قريدة أو يهودية بلن فريدي أي نبي كبلا فرتي بلن تقبل حضي إيوه دقالك راتك أي كويالة سعود كيسي دقالك سعود كيسي راتك أي كويالة غدر بني قريضة يهود اللي يرهدا بلن فريدي بلن كبحيدي إيوه وأثره غدر قاس راتك أو كريبي على سير الغزوة دقالك سعود كيسة وحي أو كريبي أي عنوان كان مصنف كو عقدي ويا وكانت قريضة وحي أحيد بني قريضة لإلهذا في عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أيب بلن الله هايين صلوات الله وسلامه عليه وقد سبق ذكره وين صوفر مروا مركو مدين شاقد يدو وين صوفر مرتي مركو نبي مدينة يميد أيب الله بالله ميواد اختهران وصوفر نويا فجاء حيي بن أخطب نكا حيي بن أخطب لإلهذا أو سيد بن النضير ريب بن النضير وننكا أنصوه شاقنا أصغي سلام بن أبو الحقيقي ربنا نظير كي ملقرر مدينة أو خيبر دقي عيدا كهرقي سوء أبابو لي أو سوك عييوي مركا ما دام أو قريش غضفان عرب بضن رين جدي أو ماش أسكوه كاني أيوحو رباها دانات بني قريضة أو نبيغ عهد للهي إنو بلانتي كبح يري هذا أو كتر ترسيه إنو بلانكو كبحان ما أنتم محمد يا أصحاب تيسي فرصت عنوه يسنائي وخطركو جراي بلانت محلي يرن وترتريناي ساس عمله ولا صعداء وتجيوي فجاء حيي بن أخضب سيد بن نضير ننكاس أياه يمد أثناء هذه الغزوة دولماتك أو غزوة انتي سعودي دقالك انتو سعودي نحن يذبو يمد يوء تجي وحوء يمد إلى كعب بن أسد سيد بن قريضة بن قريضة ننك مضحظة أواها أولي إلى كعب بن أسد أيوء تجي
أو ماشي بني قريب أي دجنائين أي وجود تجيوي فحسن له الغدرة فحسن وحقوق رحية وناجية له كعب بن أسد وحقوق رحية حيي بن أخطب الغدرة بل فريدي إنه بلن ككبحه ونبي بلنتي سؤطوره وأغراه ونكتر ترسية وكبه الرئي على نقد العهد بلنتي برنتي ذي جبنتي ذينا وأكتر ترسية وين فنقض يعني وبريي يعني وحبا شيخ وصوه قابيي وحبا ذنبو حير ومحمد أني بلنتي إيقا مبحين أمان بان كوهيستا صدق بان كوهيستا نيهو إيقادا نبها إيقلينين بلنك مبحي كرو حيي بن أخطب وكوع العلية كوع العلية كوع العلية إلا أوجع لاضه يعني سلاسو كسميه إلا أو يراهده حديد أي محمد ما أنت أن ترتري وينه حيي بن أخطب حوليه خندق هذا كل سوء قليه قد كذا محمد أما ماشات كل ما تانكو قولا دي مانايا تقي ما يعني مالك الآذي ما يبكير بلانتا مركوسيي أي مركب بلانتي نبي قبا حيوية فنقض كعب كعب أسد حوبوريي العهد بلانتي أسد نبي قد حيسي أي كبا حي وقام وحونا استاغي وقدر سمي إلى جانب قريش والمشركين مشركين تأي قريش لنا عوذيك لنا عوذو استاغي أيو كم من نقضيوه عدو جيوه مرك إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم تواتاس بلانتي هذا أقبحان لأن جنوب كيبي جوغان ويه وكانت قريضة بني قريضة وحي أحايد مدقن في جنوب المدينة مدينة كوفرت يذب يدقن أيه عيدا كنا وقويه جوغا حق شمالك أيو جرا قريش أي جوغان ويه والمسلمون مسلمين تنا في شمالها شمال المدينة بيد الجنايين وقوي جذا مدينة وقوي جذا مسلمين تنا الجنايين والمسلمون مسلمين تنا في شمالها شمال المدينة مدينة وقوي جذا بيد الجنايين ولم يكن من أحين من يحول وحكلا تيضاء وكلا دحجلو بين قريضة بني قريضة يهود ليرادو وبين النساء المسلمين وذراري هي مسلمين تا دمر كودي يعرور تذ وحكلا علية ملهي وتن سو شيغنا مركو نبي سو بخاي حق كوفرت ايو دمركي يا عرورتي دفيسدي كو يالاي بو غي كوفرتنا قريدا دغن قريدا مركاس بلنت كما يم بخينو نبي غيناي مركا لكن حدا وي كبخه مركا وا سهلنت ان حق كسو غلان او دمركي عرورتي انتي بابيان مسلمين تي دبركه او غي يمادان وا وح سهلنون مركاس شيخ وحويري فكان الخطر خطرتي با وحي احي عليه مسلمين تدشوا شديدا من درن وآدوا هذا خطر أضيق بلسو سو جهدوية وبلغ الخبر وركي أو بلفر يديا أي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك على جاري صلوات الله وسلامه عليه قريلا إنا بلنتك بحضي فأرسل مركز النبي مركيبة وحوضري مسلمة ابن أسلم في 200 نك صحابي مسلمة ابن أسلم اللي يراهده أيه الله بب قلوا عيدنا أيو دري أو حق الدمر كي عرورتي إلا إلى ليه أيو أدري وزيد بن حارثة زيد بن حارثنا صحابي قاسنا أيو حو أدري في 300 صدح بقل عيدنا أيو لجرو أيو دري محول لبدو دو أدري لحراسة ذرار المسلمين مسلمين تعرورتو إلى لذي ذي إلا إلى ليه تراد بشنطة بقل عيدنا أدري ما دام انت كر حق ايكوسي جيدو برشنتي نام بقول قريده نغي عليه بولي يسن علمي يركا يا دمركي يسن دبن نغي غارسيني وارسل نبيغا مركي بحا انو حبسدب وربا قريده بلنتي ما كبخدي مس كما غاري لا وركليا سو غاري بلنكي ما كبخاي مس كما يم بخين انو اوغاده بو دونيا وارسل مركاسي نبيغا وحو ديري سعد بن معاذ وانتو نضاوع من كهروي انتو نضاوع من كهر بو ديري وسعد بن عبادة والله بذا من سعد بن معاذنا أوصبوا مدحوا يهي سعد بن عبادنا خزرج بو مدحوا يهي ويا لبذا ننبو وحو لدري في رجال الرقع من الأنصار أنصارتي كمذا يستجلون له الخبر وركي إنا أسو عديان إنا الجلاء قسما ورعد إنا أكينا أي أدري بالقريضة أتقى بل أنت إنا يكبح ذي إنكلا نوسو أقاذبو كير فوجدوا وحيها لأن اليهودة يهودي مركي أتغان قريضة أي رقها السع لبس عدي رق لجرة أي تغان يهودي بيهلان فوجدوا اليهود بيهلان على أخبث ما يكونون شيء كان أبوحن كركي أي وكسوغن أي أتغان وبلنفرية ذي أهويا فقد جاهروا سكدا إني بلنفرية كليل كيستاني وحي لجهريني موجستاني عديستان بالصب أي والعداوة عدوتي نمو المسلمين تأوهيان
أي موجستين بناك سؤالكتين ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك ألانا ويقارين ويعايين نبينا ويعايين ومارتي عداودنا وأموجيين ويين وقالوا مركاسي وحيدة هذين هذا الكي نبي يقول هايين رسول كان صوت رئي مركي ليرا عهدي رسول كان لقى شيني مكبحنين حيرا من رسول الله رسول كان شيء يسان إله إليه واكي بيلا لا عهد بيننا وبين محمد ولا عهد وح عهدي وبلن وبيننا النقعي وبين محمد بلن كده حيثه مجرت ولا عهد هشيسنا أنه مجروي مسلمين تي فرجعوا ويسان وقد الله وسعدي رقي لسعدي وقالوا مركاسي النبي وحي كير أهدين لرسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أول وحي كير مركي هور مركي ودري حدي أرنت أي رنتهي أو بلنت أي كبحين سي مسلمين تأيسن أني يجبين وحوى إي إشارة بس بلا فريال إي إشارة حدي بانتهينا أو يبلنت كبحين عداية وبانتها حدي كالسسرة أو سربالة إيوشيغ مركي أي مادين سهل نقدين وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحي كل رهدين عضل وقارة يعني وحوي عضل إيقارة وتنحلي درسي النصامرني لبدي قبيلة يعني ما رتك بحذي بل أنت كبحذ الصحابة اللي انجلتي خدر صام سمين بل فريص صام سمين تيبي مركب وسو قاتين وحيدهن عضل وقارة نبي مركب وفاميني بل أنت كبحين مكاس سدي عضل قبيل كل رهدي إيقارة قبيل كل بل أنت وقبحين بيقبحين وين شيخ نافس روحوير يعني أن قريضة قريضة على غدر بل فريق أي دشي ذكو سجين كغدر عضل إيه وقارة لبدي قبيل عضل إيقارة ليجري بأصحاب الرجيع ماشي الرجيع ليرادك بل أنت أقبحي بل أنت وذيو كروية سلاسة أقبحين وتفطن الناس نبي قدتك أجوغي ويفهمين إن بل أنت أي كبحين فاشتد خوفه مسلمين تمرك عبسيد وذيب أبضت أو درناطي آد بأسي بخير كما قال الله تعالى إلهي سيد أو يرأيد هذا صامرني وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وزلزلوا زلزالا شديدا ونجم النفاق منافق نمذي أياب بناك أسوى بحري حتى قال بعضهم إلى قاركود أي رهذان كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط يعني وحي إليهم منافقين تبان نفاق وذي بنان كييني وحي متكو قاركوت با وحو يري كان محمد النبي محمد وحوها يعيدنا مد نوبل لنقاضه أن نأكل إنا عني دونه كنوز كسرى وقيصر لبدا بقرتو يؤو يعني الرومان كي إيا فارسيين تي إنا كنوز تود عني دونه كسرى وفارس منك بقركو ذالي لذا قيصرنا الرومان كبقر كوذبا لإله ذاويا وأحدنا ونوبل القاذي كنوز تاسي مال كوذي حوله ذات اللي دون تامبون لغا حابوير وأحدنا مد أنك نقمد أهنا لا يأمن على نفسه نفتي سؤوس المانت أمان وأهين أن يذهب إلى الغائد إنو برنان كآذوه قضاء الحاجة سحرذي كاذي إنو فقيه وسن أوذي كرين مركاسه وحن نوشيك يا بيلين يعني ما أنت أوجد يا بيلين بنان كبا مروب حلاني حاجة ذي نبا نقذن لأنا مركاسه ولي كسر إيه الروب إيه قيصر بادوحا عونيسا وحو ذي باد حلوه ذي اللو ريقيسا وقال آخرون كوكل وحي لهذين ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا الله رسول كيسا يعني وحن باطل أهين با نوما أيسا بلن قادم بيلا وقال طائفة منهم كوح أيها كم إذا منافقين تين وحي لهذين يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا يعني وقالت وإذ قال طائفة منهم يا أهل يثرب يعني منافقين تقار كمدة أي وحي إلى هذا يا أهل يثرب مدينة دت كيديو لا مقام لكم جوغيس ماشان إذا كوكو مسوكنا مالت كنا قاتان ماهي فرجعوا كسوا نغضي ماشان دقال ميا لي نسوعني كسوا الله بتبيرا وأراد فريق قيب وحي دونين أو منهم منافقين تكمدة الفرار إني عرران أي دونين واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ودقال كيكبح صدان اسك الله بتان أي دونين فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم نبي أي إذن ويديستين وقالوا مركاسي وحي رهلين محتالين أيوه كوحي ليسنا يا حال كوني محتالين إن بيوتنا عورة بيدين وآيد شيخ إشارة سورة الأحزاب كجرتي ويستأذن فريق منهم يقولون إن بيوتنا عورة إن بيوتنا قريحة يقو عورة يعني وحويان وغير حصينة مد عد الله ويعد إلى علينا يسأل مارك قريه ومارت وعوره وفيذيه وما هي بعورة
mana ahane waa la ilaalinay saxaabadii baba joogto ciidan baba loo diray ayadoo aysan cidla ahayn ay leeyeen guryahana cidlaheena fasax aanu ka tagin inay cararaan bay doonayaan weyn khaliqa rasuulullaahi sallallahu calayhi wasallam nabigeena calayhi salaatu wasalaam arrinkiiba xoogaa khaliq baa galay yacni waa ku wareeray weyn khaliqa fulaanu markaa tidhaahda waxa weeye idaa lam yastaqira cala xaalin baa la yidhahda yacni qofka markuu itiraab ku dhaco ama insicaaj uu galo uusan arrin ku sugnaanaynin ayaa la yidhaha khaliqa fulaanu nebigii arrintiiba uu ku wareeray dhibkii jiray ayuu ku wareeray khaliqa rasuulullahi sal alayh wasalam xataa balagahu xiina balagahu markuu soo gaaray khadruhum qurayda markay bani qurayda yuhuuddii markay ballanfuryadoodii soo gaartay buu arrinkiisa nebigu ku wareeray salawaatullahi wasalaamu calayh marka markuu wareeray oo arrintii uu xagga ciidan ka fadhiyo kuwii halkaa gadaal ay joogaan fataqannaca bithawbi waltajaca nebiga go-iisa isku daday go-iisiibuu maaragtay maradiibuu isku daday markaasuu waltajaca seexday yacni qofka markuu murug ay qabata hadduu xoogaa isduuduubo murugta badanaaba waa ka fududaata xoogaa uu seexdo waxbaa ka fududaada wamakatha haakada tawiilan sidaa ayuu cabbaar ku jiray isagoo isagoo go isku duuduubay oo jiifabuu muddo ku nagaaday nebiga calayhi salaatu wasalaam wamakatha haakada sidaa ayuu ku nagaaday tawiilan muddo dheer ayuu sidaa ahaa uma nahada markaasuu soo hinqadayo ka soo kacay nebigii jiifkii weyn wa qaala markaasu wuxuu yidhi allaahu akbar ilaahay baa weyn wabashara almuslimiina muslimiintiiba marka wuxuu ugu bishaareeyey nebiga bilfatxi waannasri furasho ay furan doonaan iyo guul ay cadowga ka guulaysan doonaan ayuu nebiga ugu bishaareeyey weeyaan wa araada an yursila ilaa cuyaynat bni xisni nebigu waa fakaray marka wuxuu ogaaday nimankan khadafaan la yidhaahdo sidii ciidanka loo kala dili lahaa khadafaan yuhuudda waxay ku keentay xoolaan idin siinaynaa xoolo waa niman calosh u shaqaystayaal weyn lixda kun oo ciidanka waxa weeye waa niman hunguri loo soo sheegay weeyaan marka inuu wuxuu ku fakaray madiine timirteeda odayaasha intuu u yeerto uu yidhaahdo madiine timirteeda saddex meelood markii loo qaybiyo qayb baan idin siinayaaye naga laabtay inuu yidhaahdo u rabay tiibo marka wuxuu kala tashaday laba sacad buu kala tashaday markaasi ayaguna diidaya waa sheikhu nooga warrami doona arki doona wey wa araada nebigu wuxuu doonay an yursila inuu diro masan yacni inuu dirow doonay ilaa cuyaynata bni xisnin ninka cuyaynata bni xisnin la yidhaahdo iyo xaarif ibni cawf oo khatafaan madaxda u ahaa ayuu u cidiray inuu u cidiro buu doonay liyusaalixahu inuu la heshiiyo calaa thuluthi thimaar almadiina madiine timirteeda midhaha ka soo go-aa saddex meelood hal meel in la siiyo inuu kula heshiiyo oo markaana wayan saxiba ou yacni maaragtay cuyay ibni xusnin ou la laabto ciidankiisii huwa isagu bikhatafaan ciidanka khatafaan la yidhaha lixda kun inuu la laabto ayuu doonay weeyaan markaas markuu sidaas uu ku fakaray wa abaa daalika sayid alansaari culimmada qaar waxay leeyihin kutubu siyarka waxay qorayaan nebigu waaba u yeerayba cuyaynat ibni xusnin iyo maaragtay ninka la yidhahdo xaarif ibni cawf labadaba wuu u yeeray markay aqbaleen oo qoraalkii keliya uu dhimanyahay heshiis in la kala qorto keliya ay dhiman tahay buu nebigu wuxuu la tashaday laba saacadoo u yeeray maadaama owsi khasraj ayaga ay dhulka deganaayeen madaxna ka ahaayeen markaasuu nebiga la showray yacni fa aba dalika sayid alansaari labadii ansaar sayidyaashoodii ahaa waa ay diideen sacdu bnu mucaadin oo sacdu bnu cubaada laba sacad waa ay diideen wey nebiga marka wuu la tashaday sacad laba sacad buu u yeeray markaasu wuxuu yidhi saanaan damcay nimankan inaan la heshiiye maada taraw bal ra'yigiina keena buu yidhi markaasi waxay ku yidhaahdeen qaaluu yaa rasuula allah rasuulka allow in kaana allahu amaraka bihaada arrintan aada samaynayso timirta madiina saddex meelood meel inaad siiso miraheedii hadduu rabbi ku amray fa samcan wa taaca waxii hadow yahay waa aqbalaynaa wey waa diyaar baanu nahay wey wa in kaana shay-un tasnacuhu lana hadday tahay wax anaga aa noo samaynayso inaad gaalada naga badbaadiso aad doonaysana falaa xaajata lanaa fiihi dan kama lihin heshiiskoodana ma rabno sidaasay ku yidhaahdeen markaasi hadalka sii wateen waxay yidhaahdeen kunnaa waxaanu ahayn wa qaala waxay yidhaahdeen kunnaa waxaanu ahayn naxnu annaga iyo wa haa-ulaa'i kuwan khatafaanu mushrikiinta ihi cala shirki billaahi wa cibaadati alawthaan shirki baan ahayn asnaamtaan isla caabudi jirna ahlu shirki baanu ahayn bay dihin
ولم يطمعوا من أينن دمعن الرجك مجلين أن يأكلوا منها ثمارتين مرهن إني كعنان ثمرة هل تمير إني عنان حتى ولقوا طمع كمجلين أنا وأهل شركي وإنت سوصلنا كلك كنول فحين أكرمنا الله بالإسلام ممركو إله الإسلام لماذا نقرامي وعزنا بك أذيقنا ونقوك عزي ونقوك شرفي بأن نعطيهم أموالنا أن حولها نسينينا ميا بينا والله لا نعطيهم إلا صيف بينا والله با نسينين سيف موي حول أسينين لما أركب إيرادين سيف تسع تحضي النظر أهوية هل كاس مركو أو مري فصوب رأيهما نبي الرأي قوذي بو صواب كده سحوة رأي قوذي لقاتي يعني أنا أهل الشرك حتى لما يهويسين إن مركا مسلمين نقلنا انتمارتين بعض أسيني ناوي ما ديبي نبي إيرادين دقال بانو كحق ناوي نبي مركا أرنتاس وحي ما هنه وحوير إنما هو شيء أصنعه لكم ووحي ذنك عن ذي سمين أيو إن بدبادذين أنو سمين أيو ومركا ليهي سدح ميالود ميالها الله سيو يعني وحو ليهي لما رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة أركد أن أركد درتيد إن العرب أن حلقا سئد كسر وذا جنيس دراتيد بأن ما كان إن خذلان كلا الدلاء يا رجوت على قليبني تخاذل الأطراف والنهاية الغزوة يعني هذا وحوي دقال كده ماشيه سي غزوة الخندق ده ماشيه دي إيه اللي بضي الطرف أيضا كي أول كلا الدلاء اللي بطرف قلنا جنوب كيف ديدايو وبني قريظوي كافر تيجوجي قالنا ومشركين قريش هو جامين يسوا جنوب الشمال كجوجي وقوي كجري لبذوا ذي بالك كلا الدلي وإسوجين إسوجين توذيوي تخاذل الأطراف طرف يدي إسوجي إيه ونهاية الغزوة دول ما كده ماشيه سوى عنوان كان وقول دقيوي شيخ مركو حوليه ولله في خلقه شؤون إله سبحانه وتعالى خلق يسا شأن بيليه وما دواك لدوانتا قف شأن قريب إلهي السمية نين خطرأ وإلهي حكمة بذن أوسيي با إلهي مسلمين تقصوا دير دونا تيو كور رما مركب مقدمه السمين وليه ولله في خلقه شؤون خلقه إلهي الدوام ذيسا نين بشأن بو إلهي أوي يلا ويا فقد جاء وحايم أثناء هذه الظروف القاسية يعني حاردها آدو أذك ونبكى بذن نحذي ذبا وحايم نعيم ابن مسعود الأشجعي نكا نعيب ابن مسعود ليراده وقبيلة الربن أشجع ليراده كترسا أيايني وهو إساقنا ها هذا بن أشجع من غطفانا قبيلة غطفان ليراده أيو كترسيه يهو لحظة كنو عيدا كأه أيو كمدي هايوي وكان صديقا صاحب وحو لأها لقريش قريش مشركين تيذن صاحب لأها واليهود يهودا وحو لأها يعني وحو لأها صاحب لأها لبضب شيس لأها فقال وحوير مركو النبي قويمد فقال يا رسول الله نبي قويمد تسسره ومشابه النبي قويمد فقال مركاس معايم وحوير يا رسول الله رسولك الله إني قد أسلمت أنا وصو إسلامي وإن قومي دكي يقوغ طفحاننا لم يعلموا بإسلامي إسلامي لماذا إذا مؤغى ما قرانيا إن إسلامي ورك مهيا فمرني بما شئت وحي آدون تئفر وكو سمايني وحم سمائي ده فقال مكاس رسولك وحوير عليه الصلاة والسلام أنت رجل واحد أدو هل نباتي منك لي باتي وماذا عسى أن تفعل ومحاد أوذي كرتائنات سمي سويا وماذا محيبات عسى مدنتهي أن تفعل إنات سميسه وحاد أوذي كرتائنات سمين كرتائه وامحي ولكن وحكا لما سمين كرتذي خذل هوجي عنا أنك نجد هوجي ما استطعت وحي آدون تعالو قاسي خذ الله كو سمايو عداد اسكو ديري كرتو اسكو ديروي محايا لفإن الحربة تقال كو سيدي سبا وخدعة خيانوي ونقر لإسدكريه وحي آدكري كرتو خياني كرتو خذ الله كو سمايين كرتو سمايبو يري هذه هل نباتاي فذهب نعيم إلى قريدة مركب أمر كبقاتي فذهب ووتقي نعيم إلى قريدة بني قريدة ويهود هي أي أتقي فلما رأوه مركي أركان نعيم إلى صاحب الله هاي أكرموه ويوينيين وقيميين فقال مركاس الحكيري تعرفون ودي لكم جعيل كان الذي جعله مقرنسان قريضة ذابني قريضو ودي يكالك على ذاني ذين هي مقرنسان وخاصة ما بيني وبينكم وحاني ذين كان قد حيا أو كالك علائه قوني أهم مقرنسان بوي وإني أني بوي محدثكم حديثا وربان إذين شيقي فاكتموه عني
warkaas ii qariya oo cidnaha iiga sheegina war sir ahaan idiin sheegayay cidnaha u sheeginna ii qariya buu yidhi qaaluu marka waxay yidhaahdeen faqaaluu nacam bay waayahay wuxuu qarinaynaa bay yidhaahdeen qaala markaasuu nucaym wuxuu rabaa inuu quraysh ku dira buu rabaa iyo ciidanka xagga ku dira buu doonayaa qaala markaasuu wuxuu yidhi qad ra'aytum waxaad aragtaan buu yidhi ujeedaan maa waxaad aragteen horay u aragteen maa waqaca libani qaynuqaac wannadiir reer bani qaynuqaac oo yuhuuddii madiine deganayd iyo reer bani nadiir oo madiine deganaa wixii ku dhacay waad aragteen in la raray waad aragteen oo magaaladii maxamed iyo asxaabtiisa ay ka ceyrshiin labadaba waad aragteen waqad dahartum quraysha idinkana waxaad kaalmayseen quraysh baad u kaalmayseen iyo waqatafaan labadaa qabiiloo carabta ah baad u kaalmayseen wa hum iyaguna qatafaan iyo quraysh laysuu midlakum idinkoo kale ma aha idinkoo kale idinlamid ma aha maxaa yeelay falbaladu meesha idinka aad degan tihiin waa baladukum gurigiinnii wey magaaladiinnii wey fiihi magaaladiinna dhexda beledkan waxaa ah amwaalukum wa abnaa'ukum xoolihiinnii iyo caruurtiinnii iyo wanisaa'ukum dumarkiinnii ayaa ku sugan laa taqdiruuna marka ma awoodi kartaan an tataxawaluu minhu ilaa hayrihi meel kale inaad uga wareegtaanna ma awoodi kartaan leanna maalkiinnii iyo caruurtiinnii dumarkii oo dhan baa meeshaan waa guryihiinnii weeyaan wa amaa baladuhum quraysh iyo khatafaan magaaladooda iyo wa amwaaluhum xoolahoodii wa nisaa'uhum dumarkoodii fa baciidatun way fog tahay oo nebiga asxaabtiisa ma gaari karaan qolana halkaasay jiraan qolana maka iyo halkaasay jiraan weeyaan fa hum marka labadaa qabiilo oo khatafaan iyo quraysh ii in asaabuu fursatan hadday maxamed fursad ka helaan intahasuuha way ka faa'iidaysanayaan fursaddaas ma gafayaane waa la dagaalamaya waana ka guulay yani waa ka faa'iidaysanayaan wey wa ilaa haddayna fursad helin laxiquu bibilaadihim way tegayaanoo yacni waxay haleelayaan laxiquu bibilaadihim baladkoodii bay aadayaan waa idinka laabanayaan markay laabtaanna watarakuukum way idinka tegayaan iyo wa muxammadan maca muxammadin bay idinkaga tegayaan yantaqimu minkum markaa maxamed uu idinka aarsado kayfa yashaau soo doono idinkaga aarsado mar hadday idinka laabteen idinkana magaaladii aad joogtaan ballantana aad ka baxdeen markaa maxamedna uu idinka maaragtay idinka bal yacni idinka aarguto baa dhici karta bay yidhahdeen saasaa dhacaysa buu yidhi qaaluu waxay yidhaahdeen fama alcamalu waayahee ballantii mar horaan ka baxnaye de maxaan samaynaa camalku waa maxay maxaan qabannaa weeyaan qaala markaasi wuxuu yidhi laa tuqaatiluu macahum quraysh iyo khatafaan la jirkooda ha dagaalamina ha la dagaalamina ha raacina laa tuqaatiluu macahum xataa yucطuukum ilaa ay idin siiyaan rahaa'ina dad aad rahan ka dhigataan ilaa idin siiyaan waxaad tidhaahdaan dad rahan ah oo aan ku kalsoonaanno inaydna naga laabanaynin nasiiya dhaha marka intaa ku yidhi qaaluu waxay yidhahdeen laqad ashharta bilra'yi talo fiican ba ra'yi wanaagsan baad noo ishaartay noo tilmaamtay bay dhahen waa talo fiican waxaan weydiisanaynaa dadaan rahan ka dhiganno oo aan haysanaa weydiisanayna uma tawajaha markii intaas oo bani qurayda ku soo yiri waa haddana qurayshtii aadaya uma tawajaha wuxuu aaday oo u jahaystay nucaymun ninka nucaym ibn mascuud la yidhaahda ilaa qurayshin qurayshoo u tegey waijtamaca biru'asaa'ihim madaxdoodina waa uu la kulmay wa qaala markaasu wuxuu ku yidhi taclamuuna wuddii lakum wa nusxii ilaykum kalgacalada aan idiin qabo iyo nasiixada idiin naseexaynayaahi waad ogtihiin soomaha qurayshay qaaluu nacam haa bay yidhahdeen nin naasixaa tahay bay yidhahdeen qaala markaasu wuxuu yidhi fa innii muxadidukum xadiida war baan idiin sheegiye faktumuuhu canni ii qariya oo ha iga sheegina warkaas war baan idinku qarsanayaa qaaluu marka waxay yidhaahdeen nafcalu haye bay yidhahdeen waa yeelayna waan falayna arrintaas qaala markaasu wuxuu ku yidhi fa inna yahuuda yahuuda bani qurayda ma u jeedaa yahuudii qad nadimuu way ka shallaayeen calaa naqdihim burintoodii cahda muxammadin nebi maxamed ballantiisii ay buriyeen waa ay ka shallaayeen wa khaafuu waxayna ka baqeen an tarjicuu inaad laabataan idinka oo guryihiina aad u laabataan wa tatrukuuhum idinka ayagana aad ka tagtaan macahu ay maca muxammadin nebi maxamedna aad uga tagtaan la jirkiisa marka sidaa darteed faraasaluu warqad bay u qoreen muxammed wey yacni katabuu risaalatan ilaa muxammadin wey nebi maxamed risaalo u qoreen an ya'khuduu inay qaataan yacni inay qaataan minkum idinka idinka qaataan rahaa'ina rahan dad laga dhigo inay idinka helaan ayay muxammed ugu warqad markay heshiiska u qoreen bay waxay yidhaahdeen quraysh baan rahankaaga keenaynaa
مركاسنا ويدفعونها أي ديبان يعني رهنتها إليه محمد إنه ديبان بالرمان مركي أي محمد ديبان ثم يوالونه عليكم يعني نو محمد مركاس أي وليه سسيان الله صاحبان شيسك سوعشتان إذن كان أي مركا إذن لده قال لما أرنت الرهنكي إننا أي كوريجي نو محمد إنه ديبان مركا فرضي بذلك محمد أرنت الرادب وكن نغذبير وأقبله وأقبله فاحذروه مركا لمن كان بني قريضة سكا إلالية وإن سألوكم هدي إذن ويديان رهائنا ذات الرهن لقدك تنسية إذن دهانا فلا تعطوهم هسيننا وإلا إيمان دونانا يحسينين بولي الرانتاس ثم ذهب إلى غطفان حدنا قبيل الذي غطفان بو آذي وقال الله مثل ذلك قريش انتو كويري وكروا أسقنا أو كويري انتا سوكلوا كويري وبهذا تدبير الحكيم يعني تاكتيكاس يعني مؤامرة داس حكمة له يعني تدبير تاس حكمة له با تشككت النفوس وتشققت وحا شكسي وحا كلا شكسي نففيال كبا كلا شكي وتشققت وين كلا دلدل عضيو يعني مارت الجيشكي وكلا فرفرمي وين مركي انتا لسمي وأرسل أبو سفيان أبو سفيان مركو حرة وركا نعيم صاشيكي إنو رويه إنو بينيه إنو أقاذبه ربا وأرسل أبو سفيان أبو سفيان با وحو دري وفدا عيد يعني وفد بو دري داد وفد بو دري إلى قريضة بني قريضة بو أدري يهودي يدعوهم إلى القتال غدا وحولي ما أنتوا جمعوي بريدت أو سبتية يعني ديار نقضة أنه نوار بقاذينا إذن كان وار كسو قاذا قدال كسو بلابا دقال كان نوب بلاوضو مركاس يفرين أصو درين فقالوا بني قريضة وحير هذين إن اليوم ما أنت دل جوغو وبريدت ما أنت لدقال لما ياي يوم السبتي وما لين سبتيوي ما لين سبتنا أنك ما دقال لنوي ولم يصبنا نما أصيبنا نقمدعين ما أصابنا وحي نقود دعي أو هري دتك يجي هري أصحاب السبت ذي وي نبي له يعني أنبياء ذي هري أكتر نبي محمد كهر إلا من التعدي فيه كحد قدبك يوم السبت أم كحد قدبني وأمرك اللي يري أصحاب السبت إلهي كشكيني أو اللي يري حجي اللابنين بدا كلونك هكجي اللابنين أو أمرك حالة أي سمايين أو إلهي أو بدلو قرد إي خنازير أو بدلي لقد دي جيويا مسرق اللقو سمي مركا وحي نقود دعي وحي نقود عن أضياشة نهارة حد قدب كي مالين تسبت دائن وكحد قدب ني مركا أنك سبت دقال من مين نويا ساسي لي ثم إنا أنكو وحضل كي كلير رأس دين ثم مركا كبعدنا إنا أنكو لا نقاتل معكم إذن كإذن لد قال قلي مينو حتى تعطونا رحائنا منكم إلى آت رحان نسيسان داد يعني كوكال سوانان الرحان أنو ديغنو دقال إذن لد قلي مينو محانا رحانت النوسين إيسان لكي لا تتركونا إن أدنى النقتقين وتذهبوا إلى بلادكم قريهنا إن أدنى الآذين نسي أنو أغانو وإن الرحان نسيسان فقالت قريش إيو غطفان قريش غطفان وحير هذين صدقكم والله النعيم نعيم وركيس الرنبو أها والله الرنبو إذن شاقوا أكو هذا الرحانت إذن كربوية وأرسلت قريش قريش با وحي درتي إلى اليهودي يهودي با يؤدرتي تقول لهم أيضو كو أرانيسو لا نرهنكم أحدا قفنا الرهن إذن سين مين وحن إذن دي بينا ملاهوي وخرجوا للقتال رهن إذن سين مين أصو بحا دقالكو أن دقال لن كالي بينا فقالوا يهودينا مركب وحيد هذين صدقكم والله نعيم نعيم ربو إذن شيء وكاس رهنتين وديدين إذن سيان مركب فخارت وحا دنتي أو ضعيفتي عزائم الفريقين تدكي لبدي كوحوت نيدو يكود دقال لميين با مارتي ضعيفتي وتخاذلوا وانا اسهوجيا بمتك كانوا هذي خذلان بس كسا ميوي اما المسلمون ذاتك مسلمين تاها فكانوا يدعون الهي ببريين الا وقت حرج يكون جيراني وحي ربي كبر يجرين اللهم استر عوراتنا الهي عورذين استر عيوب عليهن استر وامن الهي وامن يل روعاتنا يعني عبسيدنا اننا يارغخيننا الهو امن نوغ بدلو نسيويا وابتهل رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا وخضوعي أو وخشوعي وتضرع إلى الله إلى ربه عز وجل ربه سوء تضرع وخشوعي سوء أرني اللهم يا اللهم الله يو الله منزل الكتاب كتابك سوء دجي قرآنك أهو الله سريع الحساب حسابتي سعد ويسوء حسابي دك دك كي أو دك دك بدنايو إهزم إلهي وجبي الأحزاب عيد ماذا سصاب حيث تذئي إله نججبي اللهم اهزمهم الله جبي وزلزلهم إله قل كلا قل قل أي نبي كبري حديث كاسن إمام البخاري وفي صحيحه كسو ساروية فأرسل الله الله مركو دعالي إلهي نبي أو ربي بري فأرسل الله الله وحو دري
نبي قمرك إلهي بريبو الله وحضر عليهم قال ذي قريش يغضفان يكو إسبايستذي دشو ذبو حكوس ودر الريح دبيل وجنودا عيذ ماء من الملائكة ملائكتي كمدة مكاسي فزلزلوهم أي قلقلين وقذفوا وحي للملائكتي في قلوبهم مشركينتي لا تذبي الرعب أرققح يعبصبه كتورتوية وكفأت الريح دبيش وحي قدسي قدورهم يعني دريهو ذي الدكسياش دبك أسرنا دبيش بعد قدسي وقلعت خيامهم خيمذيه قدسنا إيهيموينك قدسنا تيروينك قدسنا وإي دبك قدسي ويا وضربهم البرد القارس قبوغي آد أدرنان وأقراعي حتى لم يقر لهم قرار إلى أين يعني أيسن يعني حسلونه لنوي لم يقر لهم أون أسقنان قرار سقناشو ما لك سقنادان أي ويا يعني حسلونه بأيسن فلين وبدأوا مركز وحي بلابين قريش مركز وحا نبكى أركتي أي وحي بلابين يتهيئون إني أدير قروبيا للرحيل سفر إني لابتان تجد أي رارتان أو مدينة أي كلابتان بمدينة لابتان أي مركب بلابين لأن قريش أنا بلنت وعقب حضي أو مهشي سلماها مركز وحي لهذين طبيشان يوحن ولجوق وين إني التقام بيدنا نبي مركو أرنتا أغاذي إني قريش تجيسو بو حذيفة من اليمن أيوه ذل سحابة واستجه بين أذقبوه بذية كاجدد بدن أوه نب بدن أوه أيوه أيان ما ركتي نبي سحابة يسي لحظة وحكيري مر رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم يعني يا استجه سحابة كمذا أو ناس فيري عدل يعاو انت تجو قريش أتجو وحأي حال كده كده بيان وقنا ثم أنب بلن هذا إنه صار نقضه أنه حب الجارين ثم نقضه رفيقي إلى الجنة جنة رفيق يقول النقضه يوي هاي أرنت أسو النبي قويدي عليه الصلاة والسلام يا وي قفك أبحي كرمانتا أو جنة إلهي رفيق يقول النقضه والله آمس مر لبعض سيديوك لكعلي والله آمس مر سدحاده كعلي وحد للواس حابدي والله آمس يعني نوال بوحاوه نفتي سو لبقايا نبكي جرس درتيد مركاسو النبي حذيفة كسو دقي صلوات الله وسلامه عليه حذيفة استاق ويري سو استاق مركا دهدو نبيك كو ياري واكو خسبانتا انا تكتو حذيفة ويري تك او آد ايسو فيري سيدي بو مركا كبحي حذيفة مركو ماشي تقي او عيدنكي او دح استاقي با وحاوي ابو سفيان با حضلي ابو سفيان عيدنكي كلمي ابو سفيان نن دقالك وحوها قائد اباندولة خطربوها مركا انو خطبايو ربا انو تقن انو شاقو ربا مركاسو حكويري من والبو يعني مركو خطبة بلابة إنك كادم بيفيري بوي حذيفة الرجل مكود أحجرا وأنا حبين مقدية مركا نوال بو إنك كادم بيفيري مركي ليري أي حذيفة حويري أنيك إنت أنا اللي يفيري بان كي إقدم بيكو جاستو إيري من أنت ما إيروه را كود إنك كادم بي هذي كما تاي مركاسو يرو فلان بانا حي بوي مركاسو كجاستو أبو سفيا مركا وركيسو سيو وطيويا تيبا مركا شيخ ونوغا ورمي وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحود در حذيفة رضي الله عنه حذيفة بو دري وحوير يعني إليهم صح يعني قريش بو أدري ويا ليأتي بخبرهم إنه وركض أكانوا أي أدري فذهب حذيفة ووتقي ودخل بينهم قريش بو نحقل يعيدنك ثم رجعوا ونصان نغلي ولم يجد منع سنهر مس البردي قبوغي جري تاب شديس ما بدري منبا يعني نب قبوغ ما بو سن على نكاس يعني قبوغي دعي إلهي بكبد باديوي بل كأنه حبق مدابة كان في حمام يعني نين ماشى ما ارتبافك لقوقه بيستو حمامكو حالي ميلاه لسكو كولو ليهو تدكو للك قبوغة ميلاه كوقه بيستانو هيتك له كوليلك لها حمامك اللي رادا مركو حبق مدابة إنو حمام كاسي كجري باد مدابة الذي يغتسلون فيه بالماء الحميم الحار أي الحار بيها كولو ماشى لقوقه بيستو نين كسو بحبه باد مدابة قبوغ مؤسن عرقوي فلما رجع أخبر برحيل القوم وأورمي ونام ونس يحدى النبي عليه الصلاة والسلام واجب أبري فلما أصبح المسلمون مركى المسلمين تي وبريستين أي رأوا حي أركان ماشي بهذا هبين موجود أبو سفيان وعيد في سلتك رأوا حي أركان ساحة القتال جوبتي دجالك ومن جهة الكفار قال بنك ذيه ليس فيها داع ولا مجيب يعني عيدا كهرب أبناء وآنا جرين مدوح أي رأي مد أجيب أبا أسين جرين هبلو مد يراد إيهام من يراد من نبا أسين جرين لا داعي ولا مجيب من نبا أسين جرين
مركا تاسو إلهي سبحانه وتعالى يعني شرطه إلهي ككافيوي ومد إلهي أولي ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال.